هل تقبلون بإدارة أو يعني حماس، إدارة شؤون حماس للمعبر، هل تقبلون بذلك؟ من يتحدث عن إناء انقسام لا يقبل بكل نتائج الانقسام، وقضية المعبر إحدى نتائج الانقسام بالطريقة التي طرحتها. لا يجوز حماس أو فتح أو الشعبية أن تدير أي شيء. السلطة والقانون والنظام هو الذي يدير الحياة اليومية في فلسطين، سواء في غزة أو الضفة، كما تدار مصر من قبل حكومة واحدة وقانون واحد ونظام واحد، وكما تدير أي دولة في العالم أمورها، سواء كانت دولة عظمى أو دولة عدد سكانها يتجاوز 100,000 وفق النظام والقانون. قضية إعطاء أحزاب وفصائل لتدير أمور الحياة هذا خروج عن الصف الوطني، ومن يتساهل يكون مخطئ بحق الشعب الفلسطيني مهما كان فلسطينيا أو عربيا أو من جهات أجنبية.